السلام عليكم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ازاي تدخل المانيا، بس كان لازم يكون معاك عقد عمل، يعني لازم يكون معاك شغل. طيب لو مش معاك شغل، تعالوا نتكلم عن نوع من انواع الفيز اللي بتدخلك المانيا بدون عقد عمل. قبل ما نبدأ الفيديو ده انا عايزك تنزل تحت الاول تعمل سبسكرايب في القناة، لان انا اكتشفت ان تقريبا اكتر من 80% من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات بتاعتنا مش مشتركين في القناة، فاشترك في القناة عشان يجيلك دايما كل جديد. وتعالوا نبدأ الفيديو. طبعا الفيزا الجميلة اللي دخلك ألمانيا من غير عقد عمل هي فيزة الجوب سيكر أو الباحث عن عمل، زيها زي فيزة السيلفر فيرن اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات بتاعت نيوزيلندا، إلا إنها مختلفة شوية في الشروط والحاجات اللي هي محتاجها. الفيزا دي مقدمة بصورة أساسية للناس اللي معاها مؤهلات عالية، سواء بقى المؤهل العالي ده أنت خدته في ألمانيا أو ألمانيا معترفة بيه، أو المؤهل بتاعك ده يكافئ مؤهل في ألمانيا. وعشان تتأكد إذا كان المؤهل بتاعك يكافئ مؤهل في ألمانيا ولا لأ، هتلاقي فيديو طلع لك هنا فوق، روح عليه هتلاقي فيه خطوات إزاي تشوف المؤهل بتاعك يكافئ ولا لأ. الفيزا دي مدتها 6 شهور، و6 شهور دول انت غير مصرح ليك فيهم بالعمل. الفيزا دي خاصة بالبحث عن عمل، لكن ما تقدرش تشتغل. اول ما بتلاقي شغل بترجع بقى تقدم على الاقامة او تقدم على البلو كارد، وبعدين بتبدأ تشتغل. لكن الفيزا دي في ذاتها هي مش تصريح عمل. واكتر ما يميز الفيزا دي انك ممكن تاخدها تاني، يعني الفيزا دي مدتها 6 شهور، هتروح 6 شهور، هخلص ال6 شهور ومش لاقي شغل، تقدر ترجع بلدك وترجع تقدم على الفيزا دي تاني. ولكن عشان تقدر تاخد الفيزا دي تاني لازم تكون في المره اللي فاتت اللي خدت فيها الفيزا تكون قعدت في المانيا اكتر ما قعدت براها. يعني الفيزا دي مدتها 6 شهور، لازم تكون قعدت في المانيا مثلا 4 شهور وبره المانيا 2 شهر. لازم تبقى المده اللي قعدتها في المانيا طول ما الفيزا ساريه اطول من المده اللي قعدتها بره المانيا. شرط اساسي من شروط القبول في الفيزا دي انك يكون معاك مبلغ قرابه ال 4200 يورو، سواء بقى اذا كانوا في حساب مغلق هناك في المانيا، يعني انت بتحولهم في بنك معين، تفتح حساب ريموت اونلاين وبتفتح بيهم حساب وبعدين ترجع تاخد الفلوس دي لما تروح هناك، او انك تجيب بيهم بنك ستيتمنت. والحاجة التالتة انك ممكن تجيب حد واحد مقيم في المانيا يضمنك، يقول ان انا هتكفل بمصاريف الراجل ده، فده يغنيك عن المبلغ اللي انت محتاجه. وبعدين بيطلبوا شوية حاجات كده، شوية ورقيات بس لازم تجيبهم، زي مثلا خطاب تحفيزي، تكتب خطاب بتقول فيه ان انا ليه عايز اروح المانيا وايه الهدف من مروحي ليها، وانا خطتي ان انا اعمل ايه واقعد قد ايه واعيش ازاي واجيب عيلتي واقيم هناك واحضر ماجستير فلازم يكون معاك خطاب منطقي ان اللي يقراه يقول اه الراجل ده احنا عايزينه يجي المانيا. والحاجة التانية هي اثبات الجدية. انت دلوقتي رايح تدور على شغل، لازم تثبت لنا انت جاد قد ايه، لازم تجيب معاك ما يثبت انك حاولت تقدم على شغلانات قبل كده، او ما يثبت انك عندك اكتر من انترفيو او انترفيو في المانيا فبالتالي انت عايز تاخد الفيزا دي. لازم تجيب حاجة بتبين ان في افورت، في مجهود اتعمل انك انت بتدور على شغل، فعايز بقى تكمل المجهود ده بانك تكون موجود في البلد. واهم حاجة وانت بتجيب المجهود ده، مثلا انت قدمت على شغلانات ريموتلي، في حاجات اتقبلت فيها وفي حاجات اترفضت فيها او اترفضت فيهم كلهم، فلازم لو هتتكلم عن حاجة تتكلم عنها كاملة، لان هم هيقعدوا يسألوك عن تفاصيل. تقول لهم انا قدمت في 1 2 3 4، هيقولك طيب فين النتيجة، طب انت اترفضت ليه، طب ورينا الايميلات، طب ورينا الرسائل اللي بينك وبين الناس وهكذا. فلازم ما تكذبش، لو هتتكلم عن حاجة تكلم عنها كاملة. وطبعا لازم تكتب سيرة ذاتية، والسيرة الذاتية دي هتبقى بالانجليزي، تكتب فيها مؤهلاتك ومهاراتك وخبراتك والمشاريع اللي اشتغلت عليها. يعني فكرة انك رايح تدور على شغل وانت مش عامل CV هتبقى فكرة مش منطقية ابدا. ولو انت مقيم في بلد غير بلدك فهيطلب منك اثبات اقامة، لازم تجيب ما يثبت انك مقيم في البلد دي بصورة قانونية. يعني انت مثلا ساكن في الكويت فبتقدم السفارة الالمانية في الكويت اذا كان فيه مش عارف فيه ولا لا، فلازم يكون معاك اقامة صالحة وسارية في الكويت. لكن ما ينفعش مثلا تبقى اقامتك منتهيه في البلد اللي انت فيها تروح تقدم على الفيزا دي. وفي شويه حاجات اختياريه، زي انك مثلا ممكن تجيب خطاب من الراجل اللي انت شغال عنده والشركه اللي انت شغال عندها، او ان انت تجيب ما يثبت انك بتعرف تتكلم اي لغات تانية غير لغتك الاصليه. الموضوع ده اختياري الا انه هيكون مفيد جدا. يعني لو عندك شهاده ايلتس حتى لو قديمه، عندك اي شهاده من اي مركز انجليزي انت خدت فيه كورس، كويس انك تقدمها، لان ده اثبات ان انا بعرف اتكلم لغه تانية غير العربي او غير لغتي الاصليه. اهم حاجة وانت بتقدم على الفيزا دي انك يكون عندك النية الكاملة انك تقيم ال6 شهور دول في البلد. يعني ما ينفعش تاخد الفيزا دي وتقول لهم انا هروح واجي مثلا
اخرج وادخل من البلد. هم عايزين حد يروح يقيم في البلد، حد يروح هناك يقعد 6 شهور دول اقامة كاملة، بحيث انك انت تكون جاد فعلا في انك انت بتدور على شغل، او جاد في انك انت عايز تعيش في البلد. لكن مثلا انك تقول لهم ان انا هاخد الفيزا دي عشان اعمل انترفيوهات بس، او ان انا هدخل واخرج من البلد مع كل انترفيو، الكلام ده انت ما تقولوش، يعني لانك الفيزا دي معمولة للناس اللي هتروح تقيم في البلد. رسوم الفيزا دي 75 يورو على حسب بقى الدولة اللي هتبقى فيها. هما بيدفعوا كاش في السفارة، اذا كان هتدفعهم باليورو او هتدفعهم بعملة الدولة اللي انت فيها. والبروسيسنج تايم بتاع الفيزا دي هو اسبوعين على الاقل. اوقات بيطلبوا منك الجواز في الاول، واوقات بيطلبوا منك الجواز في الاخر، بس هي الفكرة ان هما لازم يطلبوا منك جواز عشان يدوك الفيزا عليه او يدوك الرفض، لان هما السفارة الالمانية بتختم على الجواز لو الفيزا مرفوض زي الختم ده. طيب احنا كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده، كان فيديو خفيف ولطيف. فيزا الجوب سيكر هي من الفيز الواعده جدا اللي ممكن تقدم عليها بسهوله جدا، فانا انصح الناس اللي ما قدروش يلاقوا شغل اونلاين بان هم يقدموا عليها. لو حابين تتفرجوا على فيديوهات اكتر زي الفيديو ده وشايفين ان هو مفيد، ادعمونا انكم تعملوا لايك للفيديو وشير ليه على كل قنوات التواصل الاجتماعي اللي عندك، واتساب، تويتر، فيسبوك، عشان الناس كلها تستفيد. ولو حابب تكون اول واحد دايما بيجي له تنبيه ان احنا نزلنا فيديو جديد، انزل اعمل سبسكرايب في القناة وفعل زرار الجرس عشان يجيلك تنبيه على الايميل وعلى الابليكيشن بتاع اليوتيوب ان احنا نزلنا فيديو جديد. ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.